في أيام ما كنت رئيس الجامعة وكان معايا معالي الدكتور إبراهيم نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، الطلبة اللي جايين وافدين هنا من كافة دول العالم، يمكن مش عارف أظن 110 دولة اشتكوا من المحاضرات باللغة بتاعتنا اللي هي اللغة الدارجة بتاعتنا في أساتذتنا. فأصدرنا قرار وقتها أرجو ألا يكون قد انقطع بأن لا تدرس المحاضرات إلا باللغة العربية الفصحى. ده تأكيد على كلام حضرته في قرار موجود من أيام رئاستنا للجامعة، موجود قرار بألا يحاضر الأستاذ في داخل المحاضرة إلا باللغة العربية الفصحى. لأن يعني جاني واحد يقول إيه معلش إيه مش عارف، يعني الكلام اللي بيقال في داخل المحاضرة من الأساليب غير العربية الفصحى ما بيفهمهاش، وعاوز يفهم جاي من بلاده عشان يتعلم الدين الإسلامي فما يقدرش يتعامل معانا إلا باللغة العربية الفصحى. وأرجو من معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي أن يحافظ على هذه النقطة وألا تضيع بإذن الله تعالى. ولو أردت المعونة من مجلس النواب المصري ما عندناش أبدا مانع أبدا لإصدار قانون في هذا المعنى، لأن اللغة العربية زي ما قال الدكتور إبراهيم وزي ما انتم كلكم عارفين، يعني الحقيقه معالي الوزير خدكم وسيله لي. لا انا الطالب الازهري عندي حتى ولو خرج دعوني، ده اعتقادي عن الطالب الازهري. طالب الازهري حتى لو خرج عن الحدود في اقرب وقت يعود. احنا لنا سمه تخصنا عن غيرنا من الجامعات الأخرى، وأرجو أن يكون كلامي في موضعه وفي محله بإذن الله تعالى. وأنا عاوز بس معالي الوزير يعطيني وعد بأن هو يؤكد على هذا المعنى سواء كان في التواصل الاجتماعي أو سواء كان في الشرح باللغة العربية الفصحى. فليتفضل. فعلا كان وانا كنت عميدا واكد على كلام الاخ الاكبر، وكان صدر قرار فعلا بالزام الساده الاساتذه بالحديث باللغه العربيه الفصحى، نظرا لان الوافدين كانوا يشكون من هذا الامر، بالاضافه الى ان المصريين ايضا يجب ان نعودهم على الحديث باللغه. في الحقيقه هذا الموضوع ما زال معمولا به حتى الان ونؤكد عليه. طبعا ولذلك تتم هذا الكلام. صعوبة اللغة العربية في نظر القائلين بذلك من وجهة نظري تكمن في عدة أمور، منها ازدواجية اللغة. ازدواجية اللغة أننا في قاعة الدرس نتكلم بلغة عربية سليمة، حينما يخرج الطالب أو يخرج الأستاذ إلى الشارع أو إلى التعامل مع الآخرين في البيت في كذا ننتقل إلى لغة أخرى إلى اللغة العامية، وهي كما قلت لكم مذكرين هي بعيدة من كل البعد عن اللغة العربية الفصحى، فيجد الطالب أو المتكلم نفسه مشتتا بين ازدواجية اللغة. فالحقيقة اللغة العربية ليست صعبة كما يدعي هؤلاء، إنما اللغة العربية لغة مثل بقية اللغات، لها قواعدها كما لبقية اللغات من قواعد. كل ما هنالك الدكتور سامي أننا بذلنا مجهودا في استذكار اللغات الأجنبية فصارت سهلة ومطواعة لدينا، وقصرنا في دراسة لغتنا فصارت صعبة ومعطاصة علينا. لكن اللغة العربية في الحقيقة هي ليست صعبة، هي لغة ذات قواعد كما لبقية اللغات من قواعد، صح؟ وبالتالي لا يمكن أن نحكم على لغة بأنها سهلة أو بأنها صعبة، لكن هناك لغة أنا درست قواعدها وذاكرتها
فصارت سهلة لدي. وهناك لغة أنا قصرت في دراستها ودراسة قواعدها بطبيعة الحال ستصير صعبة، وإلا كيف تكون اللغة العربية صعبة وقد اختارها الله سبحانه وتعالى بنفسه لتكون لغة رسوله الكريم ولغة كتابه العظيم ولغة أهل الجنة كما ورد في الآثار، ومدحها بنفسه لسان عربي مبين، ثم بعد ذلك نقول إنها صعبة. كيف تكون صعبة وقد أتقنها لا أقول المئات ولا الألاف ولا مئات الألاف لكن مئات الملايين، كيف تكون صعبة وما زالت محتفظة بشبابها وقوتها وحيويتها حتى الآن؟ نحن أهملنا لغتنا. في نقطة مهمة جدا يمكن والمشارك فيها وسائل الإعلام، اللغة بنت السماع، بمعنى أنا يمكن أن أتقن اللغة دون دراسة إذا نقيت السمع. فاللغة بنت السماع، إذا سمعت صوابا قلدت صوابا، وإلا قديما في الجاهلية لا توجد لا جامعات ولا مدارس ولا حتى كتاب، ومع ذلك كانوا متقنين للغة العربية. لماذا؟ لأنهم كانوا محافظون على السماع. ولذلك من الأخطاء التي يقع فيها الآباء أن يقلدوا الأبناء في كلماتهم. كيف؟ الولد الصغير أنا أقول له هذا عمك اسمه إبراهيم، ولا طبعا يختزل هذا اللفظ في الجهاز اللغوي في المخ، لكن نظرا لعدم اكتمال الجهاز الصوتي فيقول عمي هيم. بعد ذلك أنا كوالد أقول عمك هيم جه، فماذا يحدث؟ يمحى المخزون الأول ويلغى وتحل مكانه كلمة إيه؟ ييم. حينما يكتمل جهازه الصوتي سنقول عم إيه؟ ييم. إذن نحن نربي أبناءنا على لغة فاسدة، ولكن الطفل الصغير هو عنده جهاز عصبي ومخزون لغوي نخزن كل هذه الألفاظ، كل ذلك على المدى البعيد يظهر. ولذلك الذين يحفظون القرآن في الصغر لماذا يلتزمون في لغتهم؟ لأن مخزونهم اللغوي صحيح فاستخدموه على المدى البعيد. لذلك إذا أردنا أن نعيد اللغة العربية سيرتها الأولى ونرد لها سلطانها المسلوب نهتم بالإعلام، فالإعلام هو وسيلة السماع. طبعا لو جئنا بطفل وولد في القاهرة سيتكلم بما يسمع، هذا الطفل لو أخذناه إلى دولة أجنبية نحن لا نعلمه، ولكن المخزون اللغوي الذي يسمعه هو الذي يجعله ينطق. إذن كما قلت سابقا اللغة بنت السماع، فإذا نقينا أسماعنا سلمت لغتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله. أخذنا من وقتك يعني أعتقد يعني وقت طويل حقيقي، لكن يعني زي ما قال الدكتور إبراهيم ومعالي الدكتور أنس سعيد النهارده يوم من ده وفي الله وفي حب اللغة العربية. لا في حاجة نعم مع توحيد الله لا يمنع أن يكون فضل الوطن. نعم طبعا. نعم. شكرا لكم جميعا.